مسألة المسامحة خطر لي فيها أيضا خاطر جديد لطيف أحسب إن شاء الله تعالى ليس المطلوب فقط أن نسامح أيها الإخوة من ظلمونا ممن هم أمثالنا أو أضعف منا وهكذا نغذي في أنفسنا أيها الإخوة حس التفضل أننا أفضل منهم هم أصغر منا، أصغر منا سلطة أنا صاحب سلطة متنفذ، وهم رعية سوقة أصغر منا علما مالا نسبا شهرة مقاما اعتبارا وحيثية لكننا سنغفر لهم سامحهم الله جميل أن تسامح كل من ظلم وكل من تعدى لكن أيضا مهم وهذا لا نلتفت إليه أن نسامح من هم أقوى منا من هم أكبر منا من هم أعظم منا تقول لي كيف يسوه نعم سامحه أنت لا تستطيع أن تنال منه بيدك أو حتى بلسانك وانت صلوا هذا افترض حاكم هذا رجل كبير في الدولة وأنت تصل أصلاً؟ وين تشوفه؟ لا تستطيع أن تصل إليه لكي تشفي غيظك لكنك الآن تريد أن تسامح سامح وادعو الله أن يسقط عنه الذي لك من الحق اللهم إني أشهدك أنا سمحته بحقي سمحته بعرضي سمحته بمالي سمحته بمظلمتي رجاء أن تسامحني يا رب العالمين يوم الدين خليك هيك وحس طبعا هذا منطق العبودية بتعرف ليه؟ هنا أنت الآن متألف فيك روح إلهية الله يعني زي ما ايه يلهمك <applause> الان معنى الهيا انت تنظر اليه ليس من منظور ايه الانسان للانسان من منظور ايه من منظور الانسان للعبد انه هو عبد هو عبد مثلك كلكم تحت سلطان الربوبيه في قبضه الالهيه كلكم وكلكم ضعيف الم تسمعوا هؤلاء الكبراء العظماء حين يحطمهم المرض السرطان وغير السرطان كيف يعودون ضعافا مساكين ذاوين يطلبون الدعاء من كل ايه؟ من عرفوا ومن لم يعرفوا، طيب عبد هو مسكين هذا فقير هذا وقد ينزع من ملكه طبعا وقد يعدم ويلقى به في السجن الله اعلم ما مصيره؟ عبد في نهايه المطاف هو عبد يحتاج الى المسامحه وطبعا انا اسامحه نعم لاجله ولاجلي انا وهذا اكثر لاجلي انا لاجل الا ابقى منطويا على ماذا؟ على حقد وعلى مراره وعلى نزعة ثأرية انتقامية لا أريد هذا أشعر أن هذا يضر بإنسانيتي لا أحب هذا لا أحب هو ضرر إنسانيته والمسكين استنزفها بظلمه لي ولغيري أنا لا أحب أن أستنزف إنسانيتي أحب أن أسمح له وأنا أدعو إذا أيها الإخوة وهذا أيضا له تضمين أخطر من هذا ترددت أن أقوله ولكن سأقوله تعرف إذا فعلت هذا ستشعر بالرضا عن الله نفسه أكثر رضي الله عنهم ورضوا عنه طب اذا لم ترضى عن الله ايش بتكون انت ساخط على الله استغفر الله تقول لي فيه طبعا ممكن ممكن كثير جدا من الناس من المسلمين يعني ساخطون على الله تبارك وتعالى وهم لا يشعرون لا يحبون ان يواجهوا هذه الحقيقه هم ساخطون هم ساخطون وممرورون لكن نحن نعود انفسنا ان نسمح عن الكبراء الاقوياء الذين هو اكبر منا واقوى منا عما فرط منهم في حقنا انا اقول لكم هذا يجعلنا في حالة رضا عن الله تبارك وتعالى. كثير من الملاحدة كثير من الملاحدة يلحدون كما تعلمون ليس لأجل حجة فلسفية أو معرفية أو علمية بالعكس لأجل موقف نفسي يعيش حالة غضب على الله، حالة سخط على الله. هو غضبان استغفر الله من الله وعلى الله أن أخذ منه ابنه وحيده غضبان فألحد. قال لك وين العدل؟ تتحدث عن عدل؟ من قال لك بالله هذه يحتاج الى خطبه يحتاج موسعه جدا لكن انا اعطيكم هذا كما يقال اسلافا تحت الحساب ومن قال لك ان الدنيا مبنيه على العدل اكبر اكذوبه لم يقل الله مره واحده في كتابه هذا ما رايكم ماذا يعني بالدنيا يعني بالدنيا دنيا الناس يعني بالدنيا دنيا الناس الناس يتظلمون الناس في محنه وابتلاء بعضهم يعدو على بعض والحساب يوم الحساب والحساب سيكون يوم الحساب من قال لك إن مبنى الدنيا على العدل العدل لا يظهر إلا يوم الدين وهو يوم العدل ويوم القسط أيها الإخوة لمن الملك اليوم حيث لا سلطة ولا تصرف ولا إلا لله وحده والله هو العادل لا إلا هو وهو على صراط مستقيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا الدنيا ليس مبنها على العدل المسألة تحتاج إلى تفصيل مهم انتبهوا من هنا الحد كثير من الناس يقول لك اين العدل؟ لا ليست مبنيه على العدل مبنيه على الابتلاء على المحنه على الاختبار دار اختبار هذه دار اختبار انتبه فهو غضبان على الله ان اخذ منه وحيده او اخذ منه زوجته التي يحبها جدا او كرثه في ماله او في صحته او او الى غضبان وهو لا يعي غضبه هذا ثم يبدا ايها الاخوه يتعلل او يعتل بما يسمى بالحجج العلميه والفلسفيه أ... ليعود ملحدا عند نفسه وعند الناس لا أنت غضبان على الله ولست ملحدا عن حجة وعن تفلسف لا بد أن تعي نفسك مثل هذه الحالة من التدريب والاجتهاد أيها الإخوة على المسامحة مسامحة الكبار الذين ظلمونا وفرطوا في حقوقنا وداسوا علينا تعلمنا أن نكون أكثر رضا عن الله تبارك وتعالى فنصل إلى حالة نسأل الله أن يوصلنا إليها حالة رضي الله عنهم ورضوا عنهم حالة الرضا بحيث لو استقبلنا أو أتيح لنا أن نستقبل من أمرنا ما استدبرنا ما اخترنا غير ما اختار الله لنا وهذا شيء عجيب بديع وكبير جدا نحن أصغر من هذا أضعف من هذا لكن هذا هو الرضا هذا هو إذا أردت تعريفا جامعا مانعا تقريبا للرضا هذا هو الرضا لو استقبلت من أمرك ما استدبرت لم ترضى بغير إيه ما كتب الله لك